السلام عليكم. اليوم راح الولاية تاع عين تيموشنت لنقف على الإنجازات الفندقية في هذه الولاية، واللي سوف تعرف افتتاح 5 مؤسسات فندقية في هذه السنة. إذا شيء جميل، خاصة أنه نعرف أن الولاية تاع عين تيموشنت هي ولاية سياحية بامتياز. إذن بدون إطالة نخليكم تابعوا هذا الفيديو عن المؤسسات الفندقية التي سوف يتم افتتاحها هذه السنة في ولاية عين تيموشنت. مع حلول موسم الاصطياف تتجهز المؤسسات الفندقية على طول سواحل عين تيموشنت لاستقبال المصطفين، مع توفير كل الخدمات والوسائل لقضاء عطلة مريحة كهذه القرية السياحية في بوزجار. تحضيرا لموسم الاصطياف تاع 2023، حضرنا هنايا في القريه السياحيه لبلديه بوزجار عده مرافق، 50 اقامه كامله، ورانا نزيدوا مع الوقت، رانا نزيدوا ونديروا الروتوشات الاخيره ان شاء الله، باغيين نزيدوا نوسعوا ونديروا مرافق اكثر باش تضمن للمصطافين الراحه التامه ويلقاو على الاقل حاجه جديده وين يجي يريحوا. أكثر من نصف عدد المؤسسات الفندقية في ولاية عين تيموشنت تطل على البحر. مسؤولو القطاع السياحي في الولاية يراهنون على السياحة الشاطئية لإنجاح الموسم. هذا العام إن شاء الله أنا في إطار فتح 5 مؤسسات فندقية جديدة لتدعيم الحاضرة الفندقية. ما يخفلكمش بلي الحاضرة لحد الآن يعني كانوا نتوفروا على 6576 سرير. وان شاء الله بهذول 5 مؤسسات فندقيه جديده اللي راهم ان شاء الله في طور باش نفتحوهم، كل سنه نحاولوا بقدر المستطاع باش يعني نرفعوا من الحضره الفندقيه ومن يعني عدد الاسره باش هكا يكون اكبر يعني كاستقبال للمصطافين. رفع القدرات الاستيعابيه للمؤسسات الفندقيه مع توفير المزيد من المرافق والخدمات السياحيه سيعطي دفعا جيدا لموسم الاصطياف بهذه الولايه الساحليه.